سعيدة وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ويوم جديد من برنامج العودة إلى النملية. اليوم مشوار على مدينة صراحة أنا عتبان على حالي لأنه تأخرت لأنه طلع عليها، وهي مدينة الفيحاء مدينة طرابلس، لنعمل حلقة غير شكل لكم مشاهدينا. لا شك أنه حلقة وحدة عن مدينة مثل مدينة طرابلس رح تكون غير كافية، ولكن بالوقت المتاح لنا رح نعمل أكثر من شغلة فيها، أهمهم نضوي على موضوع كتير مهم وهو الصابون. إذن اليوم رح نبلش بحلقتنا مع صابون بلدي المشهور بمدينة طرابلس، رح نعمل الكعكة الطرابلسية، رح نخبركن عن بعض الحلو، رح نخبركن عن بعض الصندويشات الجديدة، يعني بحياتكن شي مرة سمعين بصندويشة مغربية بطرابلس موجودة. هالأشياء وغيرها رح بلش من هيدي المنطقة العريقة جدا، خان المصريين بطرابلس، حيث نحن متواجدين بأحد مصانع الصابون البلدي المهم جدا مع استاذ عبد يلي ساعدنا. استاذ عبد تحياتي، كيفك؟ بتشرف وبتنور طرابلس حبيب قلبي. يلي ساعدنا استاذ عبد للصراحه، وهو كان دائما بقول لكم مين مهندس الحلقه. استاذ عبد كان يوم مساعد في هندسه هيدي الحلقه. انا كثير سعيد اليوم اني موجود، يعني عملت هيك مقدمه سريعه، ولكن قد ما نحكي عراقة مدينة طرابلس يلي المؤرخين ما عرفوا، ما قدروا يقدروا قدي عمرها هالمدينة، واكبت حضارات كثيرة، واكبت امبراطوريات، مركز أساسي تجاري واقتصادي وصناعي وإلى آخره. عم نحكي نحن طبعا عن مدينة الفيحاء، المدينة المحببة جدا هالقليلة عندي طرابلس. نحن موجودين بإحدى، يعني شو بدي أقول لك، مشوار لهون قدي حلو، إحدى أقدم الشوارع. صحيح؟ نعم صحيح. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، مرحب فيكم ببرنامجكم المميز والحلو اللي كتير الناس كل ما عم تتلاقى فيك بالطريق عم تحييك وتستقبلك. طبعا مدينة طرابلس مدينة عريقة قديمة كتير، مدينة طرابلس فيها بساتين زيتون كتير، وفيها زهر الليمون أو شجر زهر الليمون اللي هو بيميزها، ومشان هيك سميت الفيحاء تصديقا لكلامك. طبعا طرابلس هي من أقدم المدن بصناعة الصابون عبر التاريخ، هي ونابلس بفلسطين، وتحية لأهل نابلس ولأهل فلسطين. يعني كانوا يتنافسوا من بدأ خلينا نقول بصناعة الصابون ومزجوا مع العطور، يعني هي أهمية. نعم. كمان موضوع. نعم. موقع المدينة، كثرة الخانات والمصابن اللي موجودة فيها، بنفس الوقت أسواق العطارة والعطور اللي موجودة بقلب مدينة طرابلس أكسبها هيدي السمة. طيب سؤال، يعني هلأ هالأيام صابون البلدي في كتير ناس يمكن ما بيعطوا هالحيز والأهمية، المنتجات الجديدة من كريمات ومن صوابين بأشكال وألوان تميز، شو بدنا نقول للمشاهدين؟ ليش صابون البلدي أفضل؟ ليش هو بديل عن كريمات حقها يمكن مئات الدولارات؟ نعم، وقت بيكون صوابين مطبوخة على البارد بنفس الوقت فيها ضبط كمي لبعض الأنواع العشبية أو لبعض الزيوت اللي بتكون ممزوجة بقلب الصابونة، بشكل حقيقي وفعلي بتعالج مشاكل متعددة، أكان حب شباب أو إكزيما أو صدفية أو حتى فطريات، أو حتى كمان عناية بالبشرة كقابضة للمسام، بتصفي البشرة بتنقيها. هذا اللي ميزها بشكل فعلي لهيدي الحرفة وللأنواع المتعددة يلي موجودة من أنواع صابون بمدينتنا. من زمان بيقولوا لي لما يكون مثلا حدا، أي حدا عنده مشاكل بجلته بيقولوا الصابون البلدي هو منيح. صحيح. يعني حتى عن جد هودي مقولات مرقت معنا بحياتنا وهي صحيحة، يعني عم نحكي دايما بنقول نحن منا أطباء، هون عم نقدم حالنا برنامج العودة إلى النملية كبديل عن طب، ولكن نحن مجرب نساهم نجي نقول أنه لا، هاي شغلة بتفيد، هاي شغلة بتضر. صحيح. صحيح. هاي شغلة أكيد ما بتضر. نعم. بتفيد كتير منيح. عم نحكي طبعا عن الصابون البلدي. لفت لي نظري استاذ عبد انه بحلقه سابقه وقتها كنا ببرج حمود، قلت لكم مشاهدينا بلا مشوار المول تعوا تنقلوا، وقتها قلنا عن برج حمود، اليوم عم بدعيكم تجوا تتنقلوا بالخانات يلي موجوده، كل خان موجود هون بطرابلس. الخان هو فعليا شارع صغير، في يسمى كل شارع صغير له اسم كشارع او كخان. لن تصدقوا اللي مزار هاي المنطقه اللي نحن موجودين فيها بالذات بطرابلس، حجم الجماليه يلي موجوده من كنائس، من عمران، من يعني للاسف هلا انا بدنا نقول انه مهمل الى حد ما، في جزء منه مهمل، ولكن مع ذلك المشوار بجنن بياخذ العقل. والحلو بمدينه طرابلس انه بعدها محافظه على تراثها وتقاليدها بكل تفاصيلها، يعني نحن هلا بلشنا
بخان المصريين قلنا عندكم. نعم. ومن أول ما طلعت ريحة بتاخد العقل، ريحة الصابون وريحة المعطرات يلي موجودة مع الصابون. والملفت أنه بالعطور، حتى العطور اللي بنعتبرها عربية، العنبر، العود، أنه كانت موجودة بمدينة طرابلس كمان. نعم فعلا، للأمانة نعم. نحن عاملين من قبل عن صابون بلدي، عن صناعته باختصار. نعم. لأنه رح نعمل أنا وياك طبخة سريعة وبدنا نقصها. نعم. هلا طبعا هي بتاخد وقت مشاهدينا، يعني نحن رح نعمل طبخة في شغلات مجهزة من قبل، ولكن إذا شفهيا ما نخبر هو مصنوع من شو صابون. نعم. البلدي. نعم. هل هو الزيت الزيتون العادي؟ نعم. ولا شو؟ نعم، هحدد بشكل دقيق ومفصل. زيت الزيتون يمي بينقله تحت، يقال له تحت مصطلح الموش، أو اللي هو بيكون الزيت الراكد اللي موجود بالآبار اللي أو الخوابي اللي بيحفظوا فيها الزيت. البعض منه بس يرتفع الأسيد تبعه بصير غير صالح للأكل، يعني بصير نسبة الأسيد التافي توصل لسبعة ولا ثمانية ولا تسعة وما فوق، خلص منه صالح للأكل. هذا بصير جاهز لصناعة الصابون، ويستخرج منه أفضل أنواع الصابون عندما يطبخ. مثلا قلت لي في مادة. نعم. قلت لي في مادة تضاف للزيت الزيتون. نعم. قبل ما هي الصودا الكاوية. نعم. هي اللي بتخسر الزيت وبتحوله إلى صابون. صابون صح. أكان الطبخ على البارد أو على النار على الحامي. نحن دائما بنفضل بالطبخ اللي بنشغله على البارد، لأنه بيحافظ على الخصائص اللي بدخلها بقلب الطبخات، يعني أكانت أعشاب أو أكانت زيوت فما بتخرب. سيد عبد لا يمل، يعني بدي أقول لك أنه حرام ما تكون حلقة كاملة عن صناعة الصابون، بس أنه كمان وجباتنا نجي نطل نتعرف عليك، نتعرف على هالحرفة والمهنة المهمة جدا. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيكم، ونحن من لك أهلا وسهلا فيك. كبرت لنا قلبنا بزيارتك. بصدق منتشكركم، منتشكر محطة النيو تي في الجديد، ومنتشكرك كمان لإلك ولفريق العمل بشكل خاص. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. هيدا أول خان، حلقة واحدة ما بكمل مثل ما قلت لكم بطرابلس، ولكن خلوكم معنا. رح أنقن على خان الخياطين اللي هو هون مجاور لنا. خليكم معنا حلقة جنن. أستاذ أحمد حموي، هلأ كمان انتقلنا على محل بتصور أنه كتير مهم أنه يعرفنا أستاذ أحمد يلي صلوا أكثر من 40 سنة بخان الخياطين، على شو كانوا جدود ما يلبسوا، يعني شو كانت شغلات أساسية يلي تتخيط هون. بينتهم هيدي الفرو جبتها من عندك أنا. مشلح وبر. مشلح وبر. هيدا اسمه عبا. صلح ليها. الفروة هي اللي قدسنا قبل اللي بقلبها فرو، هاي نجيبها جاهزة. هيدا وبر جمل، جزوه من الوبر وبيحيكو، بعدين نحن بيجي ماشي كوبوني نرجع نحن هيدا كله بنشتغله هون. هي. وناس بتبطنه من جوا، وهذا تبطين القراني والشغل هيدا. وهذا شغل يدوي، خرج يدوي. صح. بدي خبركم خبرية بس يا جماعة، أنا جربت الاثنين، وزن هيدي ما بعرف قد بدي أقول لكم كم كيلو،
ما بقدر هذا بيطلع شيء 4 كيلو شيء 4 5 كيلو وهي بعد ما فيكم قلت لي كمان تعبوها فرو من جوا لا هذا ما في دليل للفرو هذا بس لانه هذا ممكن تتغير هاي تنعمل قماشه اثقل هي بصراحة هو ومن جوا بنحط له الكرماسوت الأحمر ودفيه هذا بيقبر البرد هيدا شروال أنتم هيدا شروال لبيس أنا بفصله ومنخيطه هيدا شروال لبيس عن جد بدي أقول لكم أنه ليه المحلات يلي بعد بتلاقوا بعد بيشتغلوا هيدا الشغل بعد في ناس تشتريهم؟ بعد في ناس تقصوا؟ للي بيلبس عربي هيدا شروال بنقول له شروال عرس أو شروال مختار هيدا هيدا الشروال الاساسي يعني اللي بعرسه بدي البسه انا بالضبط هذا شروال رجل النمليه بدي البس هيك شروال هيدا شروال عرس مش شروال عادي وبيجي هيدا جاكيت فوقه جاكيت جاكيت بعد البليزر تقريبا بيجي جاكيت لا هي بتجي قصيره ما بتجي بتجي يعني نص فتحه مقزمطه ايوه بالضبط بتجي مقزمطه احمد عندنا كمان هيدا مثلا جاكيت هيدا اليوم قطعه هي عمرها 40 سنه اليوم ما بقى في مين يشتغله هذا كله يدوي على الايد على الايد من على الطلب من خان الخياطين كمان تعرفنا على احمد بدنا نشكره مكملين معكم مشاهدينا خليكم معنا ذكرينا لهالكرسي المريحة الحلوة يلي رفقتنا واختفت من عنا من بيوتنا نحن بحي السويقة يلي هو يشكل جزء أساسي من العجلة الاقتصادية والحركة التجارية بطرابلس منلاقي خضرة بتلاقوا تياب وبتلاقوا كرسي القش أحد أقدم الأشخاص بلبنان يلي بعده بيشتغل بكرسي القش وبيصنعها بإيدي أوكي؟ خليني اعرفكم على الحاج هلا مرحب هلا هلا كيفك حاج هون منيح منيح قد ايش اسم الله عمرك هلا 76 سنه العمر كله يا رب تسلم اسم الله عليك ضربتك قويه منيح بالشاكوش ما مثل الاول ما مثل الاول لا. بس منيح قاعد ما قاعد عليه مش عم تهز الكرسي هلا يعني يعطيك الف عافيه الله يوفقك قد ايش صار لك تصنع كراسي قش كان عمري 8 سنين ايوه بالمدرسه ما عدت اها ابي شغلني معه لما لقوني ما عدت بالمدرسه قال لي اعود لك ما نافع بالمدرسه امتلا منيح منيح اللي تعلمته منيح عجيب يعني دائما نحن بنقول لكم الصناعات الوطنيه عندنا هيك ناس لازم نشجعهم عندي مش الضاعه اللي بتجي من برات البلد جيتني شو بالاول ضحكوا علينا قالوا لنا بدنا نحطكم بكره انه بالهاب بال بالشو بالحرافيه انه هيدي فرجيني غيره هات لقونا عندك اوه هذا عمره الصوره مذكر هذا عمره ما عمره بالضحي بالمجمع يا ويلي لا تركن هون للصور مش ببيتك بيجوا بيطلبون هون مني وهلا حلوين كتير الصور مشاهدينا كنت عم بتفرج مع الحاج على
صور عم تفرجيني صور عمرها سنين. انبسطت انه مرقت لهون. بدنا شوي نبقى مع الشباب فرجيكم كيف القش بعده بالايد بينعمل. وكمان بدنا ننقل مكملين معكم محطه محطه محطه، كل محطه احلى من الثانيه. كثير مبسوط انا هيدا قصه القش مبسوط فيها كثير كثير. خليكم معنا. هلا خلصنا من مرحلة الحرف وبلش وقت الجد مع الأكلات أو الثقافة المطبخ الطرابلسي اللي مشهور كتير. بحلقتنا اليوم مثل ما قلت لكم ما رح نكفي، أنا بوعد أهل طرابلس الأحبة يلي عم يلتقوا فينا ويشوفونا ويسلموا علينا، ما بتصدق قد في ناس بيحضروا برنامج العودة إلى النملية، وقد مبسوط وفخور أنا والفريق طبعا ببرنامجنا. مشان هيك ما رح لحق، رح يكون بإذن الله في حلقة تانية أو تانية وتالتة يمكن بطرابلس. ولكن مرقنا على طرابلس أكيد بدنا نبلش مع الكعكة الطرابلسية الشهيرة يلي يعني هيك بين هلالين صار فيها كتير جدل. في مرة أحد الأشخاص يلي عندهم يمكن شي برنامج صار في حادثة معه شهرته من وراء بيع كعكة طرابلسي ما بنساها بوقتها. وبين هلالين يعني كنت بدي أقوله أنه للبلوغرز جماعة في كتير شغل عم نشغل على السوشيال ميديا من هؤلاء الأشخاص بيعتبروا حالهم متذوقين أكل بيروحوا وبيخبروكم وكذا. أنا بدي لكم معظمهم أو ثلاثة أرباعهم تفنيس ودجل مش أكتر من هيك. طبعاً نترك جزء منهم عندهم مصداقية ومظبوط، ولكن أنا عندي تجارب مع أكتر من محل زرته من وراهم باقت بالفشل، يعني دليل إنه هن بيروحوا يسوقوا لا أكتر ولا أقل. لنرجع لموضوع الكعكة الطرابلسية، خالد معي، وخالد كمان من متتبعين برنامج العودة إلى النملية. خالد يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ عمار. حبيب قلبي. عيوني. أنا صلنا. أول شيء نورت طرابلس. حبيب قلبي. أنت طرابلس منورة بوجودك. طيبة. الله يكرمك يا رب. أنا صلك يا خالد عندك البسطة. هلا صار شيء سبع سنين. سبع سنين. كيف الشغل؟ الحمد لله. أحسن من القعدة بالبيت. أحسن القعدة بالبيت. إيه أدي محبوبة الكعكة الطرابلسية هون بطرابلس. أدي إلى هيك. هلا هيدي الكعكة الطرابلسية تقريبا فيك تقول تراث. نعم. يعني عنا هون بطرابلس بيعتبروها الكعكة الطرابلسية مثل ما تفضلت وقلت، ما في إنسان غريب مثلاً من غير منطقة طرابلس مجرد ما نزل على طرابلس إلا بده يدوق الكعكة الطرابلسية، لأن هيدي صار عمر. صحيح. يعني صار سنين يعني بدي منك كعكة طرابلسية تقليدية اللي معودين نحن نكلها. عملنا وحدة لندوقها ونخبر الناس قديش طيبة. عملنا هلأ تنتين. يلا مندوق الاثنين. تكرم عينك. يلا بدي عزبك. تكرم عينك. حبيبي يا خالد سلم ايديك. كعكة الأصلية الطرابلسية. عم تصور؟ كمل كمل من كمل العرب طيبتها بأرضها وبين جمهورها بطرابلس طيب بكل المحلات. وقت تشوفوا بطرابلس كعكة طرابلسية وقفوا هيدي هيك مقبلات اعتبروها أهل طرابلس. ولا أطيب ولا أحلى من هيك عالم، ولا أطيب ولا أحلى. مش عم قولها لنقولها لأني أنا موجود هون، لأنه هيدا العشناه أنا وفريقي كل نهار اليوم هيك ما نسمع إلا الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة والكرم. مثل ما قلت لكم كتر خير الله عنا مشاهدين العودة إلى النملية هون، كمان إلى مشاهدينا وإلى محبينا تلفزيون جديد طبعا. نحن من محبين العودة إلى النملية. لك روح يا كبير. يلا. ما فينا إلا ما نحضر عمر. أيوة. هيدي أكسترا.
وزنا. هات لنشوف. عمور اخذ ورقتين كمان. حبيبي. أول مرة بدوق مع خضرة. هيك أول مرة بدوقها. هل بتلبق لها؟ إيه. الفليفلي ممتازة، الذرة ممتازة، والله أول مرة بدوقها أنا بهيدا. بدي دوق مانت بندورة. كلهم عم يقولوا لي عجل، ما بدي عجل. خالد 10 على 10 نظيفة وطيبة صحتين. وانت طيب وبتجنن على راسي. اهلا وسهلا، سلم دياتك. شكرا كثير. اهلا وسهلا فيكم ونتشكركم حبيبي انت على هال انه هيدا مثل ما بيقولوا هيدا راس مالنا، انه هيك نشوف هالوجوه الطيبه هيدي امثالكم. ونحن ما بتحلى حلقاتنا ولا بتسوى حياتنا بدون ما نتعرف على اشخاص مثلك. الله يعزك حبيبي يا خالد. على راسي يا حاج عمار. مشاهدينا مكملين معكم، هاي البدايه مع الكعكه طرابلس. اجا وقت الكعكة والكعك بدي اسمه لمرحلتين. في الكعكة الطرابلسية نحن عملها بمحل تاني، وجينا على مخبز عمره تقريباً 80 سنة كمان موجود هون بسوق التربيعة. هون بسوق التربيعة أول ملاحة فيك تقلها. تعرفكم على السيد أحمد كمان الدباغة. أحمد سمعيل فليس. أحمد سمعيل فليس. يا أهلا وسهلا، تشرفنا فيك. 80 سنة صلكم. 80 سنة بمصنعة الكعك والخبز ومشتقاتها كلياتها. وتدخل فيها مع الوقت موضوع الحلويات. طرابلس مدينة المخبوزات فيك تسميها إذا بدك، ومدينة ال إذا بدك عم تحكي مع الكاميرا، إذا بدك ولا لإلك بحكي معك لإلك. أنت أحلى بس أنت أشرت له هيك. أستاذ عمار حبيب القلب. حبيب قلبي، خليني أمشي أنا وياك. خبرني شغلات يلي بتشتهر فيها، بتشتهروا فيها، بتشتهر فيها طرابلس شو هي؟ بنشتهر أكثر شيء بالكعك الإرشلي، بس أنا حنبلش معك من هون بالكعك الحليب. ايه الكعك اللي هو بيشبه مثلا البسكت من اللو او البسكويت اللي بقلبه حليب. اكيد السمسم المرتب. وفي عندنا كمان كعك اليانسون. كعك اليانسون هذا كان يتاخد او احيانا مشان موضوع تداوي. هاي الكعكه اللي قلت لك، هيدي الكعكه الارشلي اللي خبرنا عنها، اللي كانوا اهل طرابلس كلياتهم ياخذوها على الترويقه على الفطور مع الحليب او مع الشاي. خف هيك بتطلع هذا الصوت الحنون، بتذكر عادتك انت واخواتك الصبح على الترويقه. واللي اطيب من هيك هي انه بتقرمش تقرمش لك بتطلع صوتها. هيدي الكعكه، وهي الكعكه اللي بقلبها تمر. تمر بقلبها كمان. هيدي الكعكه كثير مشهوره. نحن عم نعمل مرأة لما نقصر مع الكل قد ما فينا. معصرين تلفزيون الجديد طول عمركم ما كنتم معصرين مع مدينة طرابلس. حبيب قلبي وجباتنا. طرابلس بدها شوية بس يعني تضوي علي أكثر. يلا ما مجنن. ضوي اقتصاديا، تجاريا، رياضيا، سياحيا، فيها كثير شغلات حلوة بس للأسف الشديد مغيبة. يلا هاي الحلقة لإلكم إن شاء الله. بتشرفوا حبيب تحية لأهل طرابلس. تحية لإلكم وللتلفزيون الجديد. ماشيين بشوارع طرابلس الجميلة في حي اسمه حي التربيعة، فجأة هيك بتلاقوا بلشت الروايح الجميلة عم تقرب وتقرب 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 لإلكم. وإز على يمينكم بتميلوا على محل من أقدم المحلات اللي موجودة بالأسواق لليوم، واللي عنده سندويش لافتة اللي هي سندويش المغربية. بكل بساطة نحن معودين على طبخة المغربية، ولكن سندويش المغربية هي من الشغلات يلي مشهور فيها هيدا المحل، إضافة لموضوع حلو تاني هلأ بخبركن عنه. بدي أعرفكن على الحج أحمد يلي صلوا بهالمصلحة. بتصور حج الوالد بلش فيها. جدك بلش فيها 1930. من 1930 سندويشي هيدي. وشو عنا؟
معجوقة والمعجوقة والمعجوقة. هودي الأكلتين ساندويشي والحلو هن انعملوا بهذا المحل، انصنعوا بهذا المحل، وفكرتهم بلشت من هذا المحل. يمكن محلات تانية جربوا يعملوا مثلهم ولكن هن الأساس. حاج أحمد تحياتي. أهلا وسهلا فيك. خبرني تفضل، بعد طيب عندكم الساندويشي من سنة 1930 ولا تغيري؟ ما غيرنا أبدا، دلينا على الشغل زيته، لكن السمن اللي بشتغل فيه النبيتي هونيك. ما بشتغل بهالثمن ومجيب أحسن بضاعة للمحل. لا شك، لا شك بالروايح يعني. أنا بعد ما دقت حبيت دق قدامكم مشاهدينا، بس ريحة ذكية رائعة بتشهي. شو بدي أقول لكم؟ حاج مغربية، حمص، بصل، هيها وملح وبهار، وملح وبهار وسمن النبيتي اللي فيه. اها، هيدي هيدي يمكن بس. سر كمان الطعم الممتازة يلي موجودة فيها. طب ما جربت تضيف عليها دجاج كذا مثل ما؟ والله بشتغل فيها انا. هيدي هاي الساندويشة بس، خلص الناس مقبلين هيك. اسم الله يغزل عين يعني. اذا بقول لكم نحن قاعدين الناس كيف رايحة وجايز. طب ليه اصريتوا تبقوا هون بالشارع هون ومش مثل غيركم نقلتوا وعملوا؟ لا الحاج بلد جدي فتحوا ومشي الشغل، ليش هتغيروا؟ هات لنشوف يا حاج. هيدي سندويشة صغيرة مشكورة. اذا بدك حل اها يلا معك. يلا ببساطتها يعني شفتوا اسم الله هذا في زبائن عم بتفوت. حج بتجنن سبحان الله يعني عن جد يعني هيك استغربت يعني سندويشة مغربية ولا شيء ما كانت تركب براسك. قرب لعندي على المفروكة. يلا موضوع تاني كتير مهم يلي براءة اختراعه من هيدا المحل هي المعجوقة. أنا قلت لك مفروكة من قبل شوي لأنه آخر على المفروكة، نحن معودين على المفروكة. كله طيب. كله طيب فيها. كله طيب. المعجوقة شفتك عم تحط جبنة وشفتك. جبنة جبنة شغولة، بيقولها جبنة بلدية شغولة هيدي. وسميد بتشو بالماي، بتشو بالماي وسكر ناعم. وهون المي زهر ومي وفي قلب عرق الزفار. عرفت كيف؟ وبعدين بنحطها السكر الناعم بتتاكل بالكعكة أو بالخبز أو بالصحن. المعجوق أكيد الكل بده يذوقه. هلا الحلو بطرابلس مشاهدينا رح اتركه لحلقه خاصه عن الحلو. اليوم هيك عم نشوف كم شغله صغيره. سبيشل اعطيني كعكه. يلا شهتني الكعكه، شكل الكعكه شهاني هيك. ريحتها فيها شيء من الكنافه، حلو الجبن. حلو الجبن قريب كثير من حلو الجبن، لحلاوه الجبن. هي بنت عمي بس هيدي بتتاكل سخنه بدون قشطه. الجبنه تبعيتها فيها كثافه بالجبن اكثر وسميد قليل. شفتي كيف؟ لأن هذيك فيها قشطة بتضيع الطعم أكثر. هذي بده يكون جبنة زيادة مشان تكون لذيذة بالأكل يعني. معجوقة يا معجوقة. ست معجوقة اسمها. أيوة إيه طريون معجوقة. ماشي الحال؟ ماشي الحال. يا يا هذي إياها؟ ها هي. هلا بنجي للشباب ياكلوا بالكعكة وبالصحن، بدهم ياكلوا الشباب. كنافة تحس أول شيء معكم تاكلوا كنافة ترجع بتروح على حلاوة الجبن. بس بدي أقول لك إيه، إنه رائعة 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 رائعة. الحمد لله. تستاهل تعيش 80 سنة. الحمد لله. كل التوفيق عاج. تعرفنا على شغلتين جديدة. أهلا وسهلا فيك. وحدة بيناتهم كتير غريبة بالنسبة لي ساندويشة مغربية. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره. يلا نكملين معكم.
وختامة بالمرحلة مشاهدينا اللي كتير بتحبوها، مع أنه أنا بهيدي الحلقة تذوقت لشوعت، ولكن ختامة فل، بس بدل فل فول وحمص وفتة. مدينة طرابلس هي لا شك من الأماكن يلي بتلاقوا فيها هيدي الأكلة أول شيء موجودة بثقافة المطبخ والمطعم والبيوت الطرابلسية. تاني شيء لا شك أنه كمان إلى نكتة الممتازة موجودين عكرة. إلى جانب الأستاذ فواز عكرة أهلين يلي لنا الشرف يكون موجودين عندكم. أهلين فيك بطرابلس، أهلين بالأستاذ عمر والشباب، أهلين أهلين أهلا فيك، نورتوا البلد والله. يخلي لي إياك. هذا الأكل شهرته تعود بطرابلس لأنه بيتقنوا الطرابلسية القدم، بيتقنوا فن سلقوا بطريقة على نار هادية ووقت طويل، وكانوا جدي والوالد وهذا القديم كانوا يطبخوه بدست كبير نحاس ويحطوا له حطب، الحطب لما بيجمر بيصير بيستوي، عملية استواء الحمص والفول كتير مهمة، هي الأساس. وبعدين ما فيها سر البقية، البقية حامض تومات طيبين زيت زيتون واللي شايفهم قدامك هالنعنعات واللفت، هذا اللفت الأحمر هذا مرافق للفول، ومن طقوس أكل الفول لازم تكون موجودة البصلة. يعني هاي البصلة سمعين؟ إذا منها موجودة يا جماعة ما بينفع أكل الفول. يا جماعة بصل بريح لا بده يطفش على البصلة. بدك البصل هذا الأكل بده بصلة، نقطة على السطر خلصي. أكل طيب جدا مغذي جدا وما بينصح الا هواة الجسم الحلو والرجيم. صحيح الحبوب هي حبوب مغذيه جدا بتحل محل اللحم. كنا عم نحكي هلا نحن عم نحضر قبل ما نبلش انا واستاذ فواز، كان عم بيقول لي انه اكله الفقير، كنت عم اقول له لا لا هيدي الخصوصيه، قال لي لانه هيدي من زمان هي اكله الفقير. انتبهوا تطورت، هي منا هي ترويقه، هي صارت جزء من ترويقتنا. شو ترويقتنا؟ المنقوشه، الفول والحمص وهيدي التشكيله، يعني الحبوب يلي بنحولها نحن لهالشغلات، يعني صارت جزء من ثقافه مطعمنا. صحيح. ولكن من قبل كانت اكله الفقير الحبوب كانت اكثر انتشارا هالاكلات هيدي، اكثر انتشارا بالمناطق الاسواق القديمه والحارات الشعبيه والحارات القديمه. يحمل الولد الصحن بايده وينزل من البيت يجي عند بيع الحمص يقول له حط لي فول ما بعرف بليرة بوقتها أو هيك، يحط له، كانت لأن سلعة رخيصة. نعم. رخيصة وبنفس الوقت سخنة مغذية طيبة. يلا فينا ندقنا كم طبعاً كم لقمة؟ طبعاً طبعاً يلا، لأنه هيك منظر صلت الساعة قدامي وبتعرفوا مشاهدينا شو معنات الأحاسيس. هيدي مش نساهم أن تخف شهيتي أو يعني هيدي التصقية أو الفتة عبارة عن حمص، عن خبز محمص وعليه حمص حب ولبن وطحينة وزبدة ومكسرات وهيك، أكلة طيبة وسخنة. أهلين أهلين صحتين. مش معقول الفتة، وفتة بكل أشكالها وألوانها أنا بحبها، يعني شو ما بضف لها للفتة. هلا أنا صار سنين طويلة بأكل الحمص والفول، بس هلا كمان بدي أكل الحمص والفول. بس الأستاذ عمر ما بيصير هيك. ها هلا نحن ما عم نتغدى صح؟ يجوز كمان هيدا النوع من الأكل نتغدى. إيه طبعا، مش بس للترويقة. حكيت موضوع منيح الفتة اللي نظري عليه، كان هو قديما بس يتروقوا ترويقة لحدود الساعة 10-11 وأغلب مطاعم الحمص والفول تسكر، في حين هلأ صار العالم تجي على الغداء بتجي تقريبا أول العشاء. صار بتاكل بكل الأوقات. صح صح صح، تحول لأنه يكون خلينا ندوق هالفولات. هاي الفول بزيت الزيتون. يا عيني يا عيني يا عيني. حلوة يا عيني منك كمان، طلع حلوة. وما بدنا ننسى يا أستاذ فواز ايه بصل اخضر بعد، احلى واحلى. يا تيني وهي بصل خضر. هلا ممنوع لحظه البصله اول قرشه تاني قرشه. هلا البصله لابسه بدها تسمح لنا لما بيكون موجود البصل الاخضر بدها تسمح لنا تعمل شوي على جنب. اذا في الاخضر بنروح على الاخضر. هيدي اكله اسمها حبه طحينه ببيروت مسبحة. أهل الجنوب بيسموها مشوشة. نحن من هنا بنعرف بيجي أوقات الوطن الجيش بدهم ياخذوا طلبات ورايحين على الجنوب خدمتهم قريبة على الجنوب.
فبيقولوا لي عملنا صحن مشوشة. بنعرف انه صار انه هنيك بيقولوا لها مشوشة بصيدة وصور وهيك. وبيروت بيقولوا مسبحة عنا هون. عمل لي يا معلم صحن حبة طحينة. هلا انا حابب ان اخذ الضوء من الماليزية. الماليزية. هيدي اكلة طيبة دسمة علي زبدة. ها وهي المسبحة وهي المشوشة. ها يا عيني يا عيني. لذوق الماليزية هيدي. هيدي ميزة كمان ميزة. في ميزة لمطاعم الحمص والفول. بطرابلس ما بعرف مناطق تانية كيف. انه ما حدا بيفتح على الساعة 7 و8 الصبح. كله بيفتح على 3 قبل الضوء. الساعة 3 قبل الضوء 4 قبل الضوء لازم يكون فتح. ولازم يحضر قبل بساعتين. لانه بدك اذا بدك تعمل على نار هاديه وتشتغل على مهلك يعني صح. بتحضر دائما دائما بقولها بكل حلقاتي حتى بالاكلات الثانيه حتى بالطبخ حتى نعم. بصناعه المونه دائما النار الهاديه والرواق والحب طبعا بصناعه الاكل طبعا هو يلي بيقدم بالاخر هو اللي بيعطي الطعمات الممتازه وهذا هذا اكل دخله حب كثير ها والله لانه نحن هيدي بمصر حطنا هيدي نحن ابا عن جد بنحبها بندخل باكلنا حب كثير لا شك تعلم. لانه عم تاكل معي يعني انت حدا مقضي حياتك بهذا الشغل وعم تاكل بكل هذا الشغف ليه بيقولوا المطعم اللبناني بتقيمه من صحن الحمص طب الحمص اللي عنده اياه الحمص ميزته ميزه صحن الحمص لازم تكون طحينته من الطحينه الفاخره في بالسوق كثير طحينه اذا منها طحينه فاخره هو عم تلغي طيبة صحن الحمص والحامض لازم يكون حامض طبيعي بصراحة يعني حمص مطحون بلا حامض طبيعي ما بيمشي الحال صح وإضافة انه الزيتات لازم يكون زيت بلدي رائع زيت رائع, رائع 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 بعد شي خمسة يلا رائع يلا عم تفرحني كتير والله عم تفرحني عظيم كتير. عظيم يلا آخر لقمة أستاذ فواز هي مع الأورما اهلين 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 صحتين حندوق انا احنا وياك اهلا فيكم بطرابلس والله المشاهدين يعني سلم دياتكم اهلين 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 شكرا على ذوقكم شكرا لانك انت وكتار غيرك اليوم كانوا ضيوف معنا مثلتوا افضل تمثيل مدينه رائعه الحمد لله مدينه الله. مدينه الحضاره مدينه الثقافه مدينة مرق عليا كتير 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 عبر هالتاريخ صحيح الله يوفقكم كل التوفيق لكم أهل طرابلس بتجننوا نحن منرحب فيكم ومنقول أهلا وسهلا لأي شخص بيحب يزور هالمدينة الحلوة وقلبنا حقيقة قلبنا بيكبر لما منشوفكم هيك عم ترفعوا لنا معنوياتنا ومنشوف حالنا والله حقيقة يعني أهلين سهلين أهلا فيكم جميعا هذا الشرف لألنا الله يخليك مشاهدينا هذه كانت حلقتنا عن طرابلس بوعدكم بحلقات تانية لأنه أنا مأكد نحن ما غطينا كل الشغلات بطرابلس عشرات شغلات بدنا نخبركم عنها ولكن بإذن الله بحلقات تانية ولهون بدي ودعكم قلكم شوفكم بالحلقة المقبلة باي باي